هعمل لكم سلطه العدس بالخضار والخوخ. تعالوا نشوف مقاديرنا وهريكم هنعملها ازاي. اول حاجه انا عندي عدس بجبه، عندي خوخ متقطع شرايح، عندي زيت زيتون، فاصوليا خضراء، كزبره ناشفه حب، كراويه حب. للدريسنج عندي زيت زيتون، خل بلسمك، عصير ليمون، ملح بحر وفلفل وعسل ابيض. طيب اول حاجه عايزين نعملها في الطبق ده ان احنا عايزين ندي العدس اوريدي مسلوق، فعايزين ندي تشويحه للفاصوليا مع الحب اللي عندنا. فهنزل الحبوب مع بعض على النار تتحمص شويه وريحتها تطلع، وبعدين هننزل عليها اول حاجه الفاصوليا. هننزل شويه زيت زيتون عليهم، نزيلهم تقريبا في زيت الزيتون. هننزل عليها الفاصوليا، كده الفاصوليا هتاخد من طعمهم على طول وهتدي طعم حلو قوي معايا. شويه ملح بحر، وهنقلبهم برضو كده. اول طبقه من السلطه تكون خلصت. عايزه اعمل معاكم بعد كده الخوخ، هنكرمله على النار شويه برضو. استنى بس الطاسه تسخن. طيب على ما الطاسه بتاعتي تسخن تعالوا نكمل طبق السلطه. عايزه اجيب حاجه نعمل فيها الصوص ونقلبه بعد كده على العدس. هنزل الليمون، نخلي البلسمك، شوية ملح بحر، العسل الأبيض، واخر حاجة هننزلهم عليها هي زيت الزيتون. هننزل في الصوص ده العدس على طول عشان ياخد من طعم الصوص. نقلبه. العدس هو سخن كده وينزل عليه التتبيلة يديله طعم احلى مليون مره. كده العدس بتاعنا جاهز والفاصوليا جاهزه، فاضل بس ندي تحميصه سريعه للخوخ على النار، ننزله زي ما هو، مش هحط له حاجه خالص وهيتحمر مع نفسه. هنزل الفاصوليا اللي بالحبوب الكزبره وكده على العدس ونقلبهم. ريحتهم مع بعض حلوه قوي قوي قوي. طبق سلطه عامه الوانه حلوه وطعمه كمان هيعجبكم قوي. تقليبة سريعة. ريحته حلو قوي وهو على النار. كده الخوخ بتاعي خد لون، ننزله بقى السلطة الخطيرة دي ونقلبه معاه. وكده السلطة بتاعتنا كمان تكون خلصت، نحطها في طبق التقديم.
وهننزل اخر حاجه على الوش شويه ملح بحر. هنا والشفا.